يعني من يتذكر كفاح الصحفيات المصريات منذ إنشاء هذه النقابة، بل قبل إنشاء هذه النقابة، حتى تحصل الصحفية المصرية على كامل حقوقها، حتى تحصل الصحفية المصرية على الكثير من الحقوق التي ما زالت مهدرة وما تزال تحتاج إلى كفاح الصحفيات المصريات للحصول عليها كاملة. للأسف الشديد يبدو أن في انحياز من الرجال ضد الاحتفال بكفاح الصحفيات المصريات، فعشان كده في إحجام عن الحضور. تاريخ من الكفاح والتحدي، رغم محاولات القمع التي تكاثرت على مهنتنا عبر أنظمة وظروف وثقافة تغل أيادي الجبابرة إن غفت أعينهم لحظة، لكن ما غفت أعين الصحفيات. منذ اندلعت فكرة تأسيس نقابة الصحفيين في أربعينات القرن الماضي ومن قبلها بعقود، كانت الصحافة النسائية قد رسخت مكانها في المجتمع المصري كما سمعنا في الفيلم التسجيلي. الناس اللي بيطالبوا بإلغاء مادة ازدراء الأديان في قانون العقوبات، وأنا منهم، وطلعت أنا أقلية شديدة جدا في الاستفتاء بتاع الجمهور، فقلت له على فكرة في تاريخ العالم وتاريخ الحركات الاجتماعية والثورات كانت الأقلية هي دائما التي تقود التغيير، فأنا مش منزعجة من إن أنا في الأقلية. وده النهاردة أول فعاليات اليوبيل بعد الاحتفال بتاع يوم الأحد. فكرنا إن إحنا نبدأ باليوبيل فعالياته نبدأها بكفاح الصحفيات، نوعا من التكريم والإجلال للمرأة المصرية. الحاجة المهمة اللي بنتكلم فيها النهاردة، بالإضافة للتكريم وعرض النماذج المشرفة وبالإضافة لقصص النجاح وبالإضافة للنساء حفر بنضالهم علامات في تاريخ النقابة زي الأستاذة فريدة نقاش، طبعا النساء اللي لسه موجودين، يعني في رحلوا على عالمنا وفي ناس لسه موجودين.